أحمد عيادي ولد بحر بأتم معنى الكلمة، واللي متعلم على البحر عمره لا يغرق في عالم المشاريع. الفكرة يخطفها وهي طايرة، وكان ما مشيتش معاه في الخط يتبعها ويبدل للي تركز على ساق صحيحة. يا ولدي ما يقلقوش بشي مقطف ضد التيار، حتى كان الناس الكل ماشي للشيرة الأخرى، وقت اللي تتسكر في وجهه مش موجة تهز وموجة تجيب، ما عنده حتى مشكلة مش يبدل الخطة متاعه مرة واثنين للي تخطف. أما اللي يعجبك فيه زاد يا سيدي، يعرف ساعات يخرج راسه من الماء، يوقف الدنيا الكل ويعمل وقفة تأملية. البحر صعيب وغدار، أما اللي قادم على البحر لازمه ديما محضر روحه. هذا الكل إن شاء الله يخرج أحمد من الغريق ويوصله البر الأمان في البيتش. عسلامة. عسلامة، مرحبا. أحمد عيادي، انجينيور نافال، سي او توني بوت. خممتش ساي من تعمل سورتي اون باتو مع العائلة ولا مع الفامي بوندون جورني؟ ديما نخمم وي، مي جينيرالمون ما نلقاش كيفاش. En fait, c'est ça. Cette envie a beaucoup de gens, mais il n'y a pas une solution sur le marché. Avec Alish Amanda Tuny Boat, c'est une plateforme de location de bateaux. Je suis avec les propriétaires de bateaux de plaisance avec l'abbé de la Habou Khurjou Lbhar. Donc, la solution existante sur le marché depuis juillet 2020, où il y a plus de 80 réservations avec plus de 500 clients satisfaits. Saha, merci beaucoup. Wait a minute, come on! Excellent, Ayman. هذا هو الانفستيسور الصحيح. ديما ليهي، وحتى كان ماهوش ليهي يعرف يعمل روحه ليهي.